أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وما بنفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك إني أستخلص نفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ يُوسُفُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ لَمْ يُنكِرُونَ. ولما جهزهم بذلك قال إني بأهل لكم من أبيكم ألا ترون أني في الليل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال سنراود عن أبابا وإنا لعابدون. وقال لي في أيام جعل عدو ضوءة في ريح حال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبي قالوا يا أبانا قال لا آمن علي إلا لما أمنتم على أهل الضرر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتح متاع عهد بضاعتهم دد إليهم قالوا يا
فأصبحت في نفسي ونبذي على الولد شمشم كدادا والله أعلم بما لا تصدون قالوا يا العزيز لو شيطان كبير فقد أحكم مبلالا إنا أولك من المرسلين قال هل أمر علي إلا لما قال على الله أن نأخذ إلى من وجدنا على عهده منا إلا ظالمون فلا نستيأس من خلاص نتيجة قال نبيهم ألا نعلم أم أن قل هذا سبيل الله على بصيرة
بصيرتك ألا لما تبعد عن صبحك على الغيب وما أنا من وما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يعودوا لم تدعوا به أولئك لهم سوء الحساب
يا علماء تكسب كل
نفس وسيعلم الكفار منهم مبدار ويقول الذين كفروا لست ملالا كفى فلله بينكم وما عنده علم الكتاب الم الكتاب تنزل من بيت الناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ملك السماوات الله الذي له ما سماوات وما أرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال وما أرسلنا من قبلك إلا بسببه برسالة قومه لنبين لهم ما يريد الله أن يشاء ولم يشاء وهو العزيز الحكيم ولو أرسلنا موسى موسى قال أبسوسهم أفي الله يشكوا فأفرس بباب الأرض يدعوهم يغفر لهم لك ذلولهم ويغفرهم إلى أجل سمسمى قالوا إني أنتم إلا لا تشرفنا تريدنا تستصلونا عما بكى لك فأمنا بسلطان مبين قال أبسوسهم نحن لا بلا بسركم ولا بلا من الله يغيب على يشاء عبادي فما كان لنا قال رسول نحن الا بشر ولكن الله يغيب على يشاء من عبادي وما كان لنا ان نتمنى يسوس ولا بلا بلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما لديتنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقال الذي يصيبه ويأتيه الموت ويأتيه الموت في كل مكان وما هو من ميت ومن وراء يعلم غليظ بصره الذين كفروا بربهم أعمالهم
كغلاد استدد الريح به الريح في يوم عاصف لا يقضي مما كسب ولا شيء ذلك هو الضلال البعيد لم تدع الله صمد بغض الحق إن يشأ يذهب ما يدخل الجديد وما ذلك على الله بعزيز وبصم الله تعالى قال الضعفاء الذي استكبر من تبع على لا تنر عن سبب من عنا العذاب لله شيء قال الله تعالى الله علينا سبب علينا أزعى أخبر ما لنا محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعد الحق ووعدتكم فاختلف لم تفختلفتم وما مات علي سلطان إلا دعوت فاستجبت لي فلا تلوني ولوم أنفسكم ما لنا من مسلمكم وما أنتم مسلمين إني كفرت ما أشركون من قبل إن الله لك العذاب الأليم وأذن لنا سيئات العذاب الذين
ربنا لا تضيع ربنا أخرجنا إلى القريب بدعوتك ولنبيع الرسل أولم تحكم قصصكم من قبل ما لم يزوال واستحسنتم في مساس الذي أغلق قصصا وتغير لنا كيف فعلنا بمبلغ الأمثال وقد ذكر أمة وهم عيد الله كان على مكبي تنسل من الجبال فلا لا سبح الله بفوعد عدير لا لا فلا تحسبن الله مثل العزيز الله عزيز ذو انتقام يوم بدل الأرض غير السماوات والأرض والسماوات والرسول لا إله إلا الله فترى الرجلين يومئذ مقرنين إلى الأصفاد سرابيلهم قد غرموا وتغشى وجوههم نار بيدي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بدل للناس وليذر به وليعلم أن ما هو إله وليذبذب الله كل الألباب صدق الله العظيم.